المشروع اللي انعمل واللي بلش فيه البنك من سنتين كان له صدى كتير كبير بالمنطقة بالمينا بطرابلس، وخلى الإيكو اللي طلع من كل الناس إيكو جداً إيجابي، بطريقة أنه صرت عن جد فخورة أنه أنا بنتمي لهالمؤسسة اللي هي عم تهتم كتير بقضايا عادةً ممكن المصارف ما تهتم فيها. بشكر البنك اللبناني الفرنسي على الجهد اللي قام فيه، هو لعب دور أساسي ما بس بالواجهة البحرية ودهانة، هو لعب دور أساسي في الاقتصاد اللبناني، وخاصة أنا بتذكر مع أيامكم بالحرب اللبنانية كان من أهم البنوك اللي تعاطت في اقتصاد المدينة وحافظت على المدينة وعملت مشاريع طبعا مع القطاع الخاص للنهوض بالمدينة اقتصاديا. المينا كان بحاجة لترميم من هالنوع اللي هي دهن البناء، وبالأخص بالمنطقة القديمة اللي نحن هلا موجودين فيها. ها هي المينا اللي بنتمناها على طول. ميرسي كتير، متشكر كتير كتير، لأنه جمل المنطقة. أوه شو بينت المينا شوي نظيفة، بالقبل كان كله مكسر. شي فخامة، يعني أحسن شي عملته. هيدا هم بنك ليبانو فرانسيز، إنه يحسنوا حياة الناس اللي بالإحياء اللي بدها ترميم، حس ما في أبشع من إنسان يعيش بحي لو حياته تقريباً مرتاحة بده يفوت بده يصير مأساوي جوا. من وقت ما بلشنا الليبانو فرانسيز معنا، طرابلس أخذت 3 سنين، بس قبلها مرمخايل يلي أخذ كمان 3 سنين. نحن مرمخايل مش من الله هيك، هو الله بيعمل كتير اشياء وبيعمل عجيب، بس مش هيك مشيت لوحدها وصارت هلأ أحلى حي ببيروت.